السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متتبعينا الكرام، مباشرة من قلب دور الصفيح تمارة، بالضبط دوار بن ناصر الشمالي. كما كتشوفوا جميع الآثار ديال الحريق، لولا الألطاف الربانية لكانت الكارثة. وكما كتوضح الصورة، هذا إزار كنشوفوا فيه شدات فيه العافية بعد ما داروه الناس كاحتياط بحكم هاد السيدة هذه اللي كتكون هنايا والزوج ديالها، الزوج ديالها مريض أزماتيك. السيدة اللي كانت هنا كتفيق مع 7 الصباح حتى كتلقى العافية شاعلة، لقات السطل هنا دايب ولقات الأمور شادة فيها العافية. الأكثر من هذا والخطير في الأمر والأسلاك الكهربائية المتناثرة هنا في كل مكان، وعاد الأسلاك العالية التوتر، لا قدر الله مشى الدوار كامل. أكثر من علامة استفهام تطرح، في أي لحظة تقدر توقع الكارثة. لا شنو وقع بالضبط؟ كنت مع ديك 7:30 تخنقنا، راجل اوزماتيك جا تيكحل كيقول لي ما عرفتش شنو كيتحرك، ما شنو واقع، كنقلب البريزات كنقلب ديال الضو، قلت حاجه ما كاينه هنا في المحل، حليت وانا نلقى هذه الحاله. انا النسال ديالي رقد عليا، بديت كنهز في الماء باش نغطي عليا، نهز في الماء وكنخبط نهز الماء وكنخبط، لا اله الا الله ما وقع. السيده اللي كنشوفوا قدامنا من صحاب الشكايات، ماشي حتى من الناس اللي خداو البون ديالهم باش تلقات البديل، لا قدر الله تقدر تغادر هذه البراكه اللي ولات كتشكل عليها خطر الحال ديالها، الحال ديال مجموعه من الاسر اللي باقين كيتسناو الدور ديالهم ومعالجه الشكايه ديالهم. الى متى سيتم معالجه الشكايات؟ كنتمنوا من الله وادي رساله للسلطات المحليه انه تحلوا المشاكل ديال اصحاب الشكايات، باش على الاقل على الاقل الى جاب الله الانسان يغادر من هذا المكان اللي ولا كيشكل واحد الخطر كبير. لا قدر الله هذه العافيه هذه كون شدات مزيان هنا ومشات مع السلوكه ديال الضوء، فين كنا غادي نوليو؟ كنا غادي نوليو في كارثه، كنا غنوليو في كارثه. ما بغيناش يوقع كما وقع الكار اللي تقلب عندنا كتصلح الطريق، بغينا المشكل ديال البرار كيتحل قبل ما يتحرق الدوار كامل. شنو الرساله ديالك اختي وانت من صحاب الشكايات؟ انا راه انسان راجلي راه هدايا ودي راجلي وراه دفع الشكايه وراه كيتسنى. دفعتي الشكايه على حساب المستفيدين ديال البرارك عاديين ولا اصحاب الهدايا؟ الهدايا راجلك ودي، يعني انت ماشي من صحاب الشكايات ديال البراكه؟ لا. اوكي كيعاود لك هو عيان وما بقاش كاع يهضر، باش يهضر مع الصبر غادي نجيب لك الوراق ديالو تخلعو. الاخوان الرساله واضحه، كنتمنوا من الله المشكل ديال الشكايات سواء ديال الناس ديال البراكه ولا سواء الناس ديال الودايا يتحلوا في القريب العاجل، لان كما شفنا بعد ما تعفاو النواب وقف الملف ديال الودايا. كنتمنوا من الله يدار الحل في القريب العاجل، لان كما كتوضح الصوره في اي لحظه تقدر توقع شي كارثه لا قدر الله. والاسلاك الكهربائيه هنا والاسلاك العاليه التوتر كذلك الفوق، نطلبوا الله السلامه والله يدير لي فيها الخير، الله يدير لي فيها الخير. هادشي اللي كنتمناه، والسلام عليكم.